أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت لي مجموعة من الأسئلة، تسأل في السؤال الأول يا شيخ عن أسباب ضعف الإيمان عند بعض الناس جزاكم الله خيرا. أسباب ضعف الإيمان كثيرة، أعظمها المعاصي والسيئات، فإنها تنقص الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال حبة من خردل أو أقل. على الإنسان أن يكثر من الطاعات ليزيد إيمانه ويقوى، ويتجنب المعاصي لئلا ينقص إيمانه ويضعف. نعم.